داغماوي أزئي مينيليك صحافي باولوس نيونيو تراكي بأكال منغستو عزقاج يبران ناغتس يزي مصحاف يمجمريو اتم بيكاتيت ور 1984 عامت مهرت تاتمه يجزات مسفافات مينيليك يتولدوت دبر برهان اقرابيا بميگنيو انگوللا وسط نو يادگوتم كشوا اورومو لجوچ گار ايتچاوتو نو كمقدلا املطو شوا سيگبوم لمجمريا گزي يارفوت كبيشوفتو دبو بالو كاداو اورومو كبوتا بيت سوج زند نو بشوام لاي سينغسو يردواتشونا شوان ياستباب برولاتشو عبراد ده غوادنياتشو ورومو غوبنا داجناتشو غوبنا يتولما ورومو مري يداج الجناتشو غوبنام يميني لكن غزات يازغا جونا يامجاتشو تالاك سوناتشو مينيليك كمقدلا املطو شوا بغبو غزي شوا يميبالو انكوبرن چمرو منزنا اكبابيو نبر مينيليك بنزي بوتاوچ لا يالوتن بالا اباتوچ اسگبرو راساچون نغوس شوا كالو بوحالا يا اباتين غزات ملشي ميازالبين يلو جمر يمينيليك ايات يشواو نغوس ساله سلاسي سيموتو ودياونو يشوا غزات بيه بالا باتو تكفافلو ايان داندو لمان نميم ما يغبر راسو نيشال منغست بيت يهونو نبر مينيليك يورومو تولاج يهونوتن اتو غوبناننا ليلوچونم رداتو چاچونا ماكرو يشوان غزات لماسفافات تسمامو يزيان غزي يشوان غزات لماسفافات ويم اندنبره لمادرق يتنسوبت اندو مكنيات إثيوبيان زوريوان يكببو كأني جيجوج ليان داندو والا باتوج ستو تاب مستتنا بما بابل يإثيوبيان غزات يكو الرسو ودراسات جو كأني غزات النت إدبال لكو سلن بر أننيان كأني جيجوج لما قمن بر مينيليك كما جمرياو جمرو أبزان ياو سرات جو نگروچن بسلام مچ الرسي ودو سلن بر بشوا كبابي لالوت لتكفافلوت يا اورومو بحلاباتوج يا سادگا چوهن لجا چوه عبرانيا دگن بالنجارا چونه ينا باباتي الگا كتك امدك بفكر تغزو لنجي يالو ملك تنيا يلكو باچو جمر كدرو يل جننت گوادنيو چاچو انداندو چو باهونو گزي بموتوت عباتو چاچو متك يبالا باتنتون بوتا يزوال يكرب غوادنيو چاچو كنبروت اندان دوچوم لمينيليك غبتو انگو بنان يمساس سلوت يتو لما بالا بات لجوج عبرو ينورالو يأتو گو بنا ميست دگمو يسلاليو يورومو بالا بات يبيرو نگو لجناچو اندان دس آفيوش گن يبيرو نگو اهتنجي لجاي دلوم يلالو هلوم بيهون يبالا بات زرناچو يهن بمساس سلو مكرارب مينيليكنا غوبنا الشيالون بفكر انبيالون بطور لماس غبر تسمامو بودا جننت اندي غبو كتلاك باتشو يورومو بالا باتوش اندان دوچو يمينيليكا غزاز انديتن دهونا غوبنان يتأيكو جمر غوبنام كمينيليك غار بمكر يچرسوتن غزاتا چوننا بالاباتن نتا چوهاي نكام جن لما هكلنياو لمينيليك منغست بيامتو غبر تكفلا الله چو يتبتاتنو اورومو اندونو يتداد درال يالو ينغرو جمر چيرو اللي اندس آفو لما جمريا غزي يميتاو بالابات براتو غولي بمينيليكا ساب تسمامتو غبا
مينيليكم بيراتو غولين شلمو غزاتون مرقولت يقول لليو بالعبات توفا مونا عالقبام عالقبر من بلو انبياله قدم بلو بقبوت بقبي تشونا ببيراتو بمكرم انبي سلاله تورنت قدمو بتورنت تقدله بودي سايهون بقد يقول لليو يبالعبات من قست كقربو حالا لقول للي بالعبات النت يمي قباون كزياو كهزبو هسمرتو شومو يشوا أوروموم عند تيودروس يكورت عالو بلن نونجي غزات هاتشين كنيا يمايوت هاكونا انقبال لنيالة بزو بسلام قبال لاتشو يشوا أورومون كيازو بوهالا يقوبنان فرس أسك الدمو يقوازو جمر بأسراسم من سلسا سدست عمت مهرت بتكم تور مرابيتين غمرون النا چهان اسقبرو بأسراسم من سباسوست عمت مهرت تموغان النا عدالن وينم عفاري ميبالون عزلو درس ياللون اگر بتورهايل اسقبرو اندت انتو يا ايتوبيا غزاتن ديهون بشواسرا درقوت يهم بيهون يفرنساي يا ايطاليا يا غبص انا يا انجليز منغستات عفارن لمياز ارس برسات شو يتشاكوتو سبكتات شوين علاق اموم نبر يهن قدى يمياوكوت مينيليك لنني لتتكسوت منغستات بمولو لأيان داندات شو عباتو چه يغزو تين برون انا بوحالا جيزي كدداون يا عدالن جزات ملشي بجي سلادر ركوت دس بلو نيالنا ارسوم ودا جي سلوهونو دس سيبلو تيالو دبدابيس عفولا چو يهم جزاتو يا ايتيوبيا مهونو ننا جزوم اسا چو مهونا چو لماسا وكسي هون بليلاو بكول اناني اوروباويان يا عفارن جزات اند تمنيوت النزالن بلو تورنت يمي قتموت كمينيليك غار موهنون لما ساوك جمرنو يهم عالكرة بعدوها تورنت ترقا عنده غلسكوت كدتو لك اني غجوش لغباين بروين يا اوسان بالعبات اندغنا بتورنت عصدب الدبوت عرسي دجاج ولد غبرئيل عرسين لماك نات زمتو اگرون بيزوم يا عرسي اورومو عنق الزام ميالة بماس جگرو مينيليك بأسراس منت سبارات عمت مهرت زمتو نبر ابزانيو يا عرسي هزب عمين بلو سيگبر عندان دبالا باتوچ اس جگرو نبر مينيليكم بأسراس منت سبارات عرسين متو اس جبر كوبلو تملسو يمينيليكن مملس ياوكو يا عرسي هزب اندغنا بغجو بدا جازماج ولد غبرئي اللاي عمسا مينيليك بأسراس منت سباس منت عمت مهرت اندغنا ودا عرسي لمزمت جنبوت عمستقن كأنتو تنسو بسودو بكمباتا بزوايا الفو چلالون ساتون ديغالون اس جبرو الباسو ميدا سفرو بزيم جزي كوجي يمي بالو يا عرسي بالعبات لليت كدجاج ولد غبرئيل سفر قبتو عدقا درسة سبات متو ياهل سووچم قدلة مينيليك يسفروت كدجاج ولد غبرئيل سفر راك بلو نبرنا يا عدقاون مدرس عالسموم بزياو لليت عنديت يششش سيت كنقوسو سفر قبتا يادقاون مدرس نقرج بما قستم مينيليك لدجاج ولد غبرئيل ارداتا لاكو يا ارداتاون مدرس يالا وكو يا عرسي هزب اندى لمادو لليت عدقا لمتع لسيمتع يا مينيليك سراويت فجو كزيبو هالا عندان دتقاك انجيجي توج كمدرقاتشو بستكر يا عرسي هزب قبرة نقوس مينيليكم لعرسي عقوتات شوين راس دارجين شوموت يا عرسي بالعباتوش بقبرو بات جيزي يا مينيليك سراويت
كارسي هزب بزوسو ماركو نبر بزيان زمن بيتم ماغر لاي اندامي درغو هلو بتورنت يتماركا لماراكيو باريا يهون نبر يشوهاوم يمينيليك سراويت يماركوون سو باريا درغو يازا يهن ياوكوت مينيليك بزياو بارسي وست اندالو سراويتا اتشوين سبسبو عواجاس نگرو عواجوم عرسين كغران ودي يغزاونا ياسغبرو يلم انيا تنتم ينيانو بمالت متان بتنجي ارسوال متابنم بالماوكو اكلا اكلا اللو بلو عالك تغودام جن باريا درغن لنغزاوهي غبانم وندما اتشنونا يماركوون يسو مركو نيا هلو لك اكلين با عواج كلم منكو بوحالا وسلته يا عروسين سو باريا درغي ياسك كتغنية اتعلا هلو لكك بيا هلو النا لكك لامن ناكبتو لسنك ايبك اهلنا سوين لكك اللين يميل نبر كزيبو هلا يميني لكو تادر يميشت او مونة يمياسر راو باريا بماتعتو بينا ددم يازون هلو لكك واللقا يقود جامو نقوس تكلاهاي مانوت سراوي تاجون ودو اللقا يلاكو بقبر ملك سايهون بزرفيا واللقان عداك موتال يقول لقاو بالابات موردا كنقوس تكلاهاي مانوت قار باود دمونا بقد توداج توال يأنبابوت ورنت بميلو عر استوست اندس افكوت يشواو مينيليكنا يقود جامو تكلاهاي مانوت بول لگا مكنيات امبابو لاي تواق توال نگوز تكلا هاي مانوت يول لگاون بالابات موردان سيزو نگوز مينيليك دگمو لجي يون كومسان بوداج نتيازو نگوز مينيليك با اسرا سمنت سابا سمنت آمت مهرت گوبنا دا اجن ودو لگا لكو گوبنا ككومساگار اندين نگا گروا در رگو گوبنام ينغوس مينيليكنا عصاب لكم ساسي ناقرو بسلامنا بفكر بتقبو مريت ينانتنو بول لقام ككم سابلا يميشوم سوي اللم عقرونم يمتاس تداد درونا يمتاس قبرو انتو بالاباتو كم سانه لمينيليك مقزاتن يمتاس تاوك ابت بيامتو لمينيليك تقبرال كزيبة الرفة ببلاي النتنجي بوست قزاتاتشو عن نقابان بلو بزيكة تسمامو بوهالا بالاباتو كومسا قبو نقوس ميني لكم كومسان كريستن ناس نسيتو سمات جوين قبرق زياب خير عالوات جو كزيان بوهالا يدجاز ما جنت ما عرق ستو يقول لقا قجي بلو شو موات جو بأسرا سمنت سمانيا عامت مهرت دربو شوش واللقان وررو مينيليكم بغوندر بامباج عرابة كل يمتاون يدربوش طور لموغات هيدو باعز ايوهان نست ازاز تملسو انتوتو مقباتات شونا برنا بولقابة كل يقباون يدربوش طور اندي وغو راس غوبنان عززو عشو راس غوبنام هيدو تواقتو دلا درگو تملسو لاز اي مينيليكم قد دايت عالو مينيليكم فرس كان نورك متعبرو بالورك غاشا بالورك جامع غورادي مالفيات امنجا يورك زنار بالورك لمد ورك كوفيا جمجا سوري جمجا متاتكيا كاچن درب شلمواچو كفا يكفام تاريك كول لقاو غار يتيازنو قجاموش واللقانم كفانم ياسقبرو نبر مينيليكم كفاننا واللقا يشوا قزات سلهونا عتقبو بنييالو لنقوستك لهاي مانوت بيلكم نقوستك لهاي مانوت براس درسو يمين مرات وراتشوين ودا كفا بملاك هايلاتشوين عتناكرو باسراس من سبارات عمت مهرت مينيليك سلولتا سفرو تاريكاوي بوتاوچن اياسك افرو
በማስወጣት ላይ እንዳሉ ጎጃሞች አባጆቢርን የጉማውን ገዢ ድል አድርገው ገደሉት አገሩንም አጠፉት የሚል መልእክት መጣላቸው ንጉስ ሚኒሊክም ይህን እንደሰሙ ራስ ጎበናን ጠርተው በማግስቱ ወደ ከፋ እንዲዘምቱ አዘዟቸው ጎበና ወደ ከፋ ሲዘምቱ ሚኒሊክ ወደ አርሲ ዘመቱ ሚኒሊክ ከአርሲ ዘመቻቸው ተመልሰው አዋሶል ላይ ሲደርሱ ከራስ ጎበና የተላከ ከራስ ደረሶ ጋር ጉማ ላይ ተገናኘን ያስገበሩትንም ገንዘብ ሁሉ ተቀበልናቸው እንግዲህ አጼ ሚኒሊክ ከሰጧቸው አገር እንዳታልፉ ብለን አስምለን አስገዝተን ተራርቀን ወደ አገራቸው ተመለሱ እኛም መጣን የሚል ደብዳቤ ደረሳቸው ጎጃሞች ከጎበና ጋር በእርቅ ከተስማሙ በኋላ በዚያው ዘመን ውላቸውንና መሐላቸውን አፍርሰው ንጉሥ ተክለ ሃይማኖትን ይምጡልን ብለው ልከው ራስ ጎበናን ለመውጋት ተጓዙ ንጉሥ ተክለ ሃይማኖትም ተነሱ የሚል መልእክተኛ ከራስ ጎበና ተልኮ ወደ ንጉሥ ሚኒሊክ መጣ ይህም በተሰማ ጊዜ ክተት ሰራዊት ምታ ነጋሪት ብለው ከእንጦጦ ከተማቸው ተነሱ ሚኒሊክ አዋሽን ተሻግረው ጥቁር መሬት ሲደርሱ ከአባ ጅፋር ተልኮ የመጣ ነጋዴ ጎጃሞች ጉማንና ወለጋን ሁሉ አጠፉት ብሎ ነገራቸው ከዚያም በፍጥነት ተጉዘው ኖኖ ላይለጋ አናን በተባለ ቦታ ከራስ ጎበና ጋር ተገናኙ በዚህ ጊዜ ጎጃሞች ሱጴ ላይ ሰፍረው ነበርና ከራስ ደረሶ ሰዎች ፊታውራሪ ይመር ተልከው ወደ ንጉሥ ሚኒሊክ መጡ ንጉሥ ሚኒሊክም ፊታውራሪ ይመርን ድንኳናቸው ውስጥ ተቀብለው ከአባይ ወዲህ ምን ግዛት አላችሁ እኔ በፍቅር ስለ ወዳጅነት አሞሩን ሆሮን ጉድሩን ግንደበረትን የቀዲዳን አገር ለንጉሥ ተክለ ሃይማኖት ብሰጠው እያለፋችሁ ሌላውን አገር ትወጉ ጀመር ተጠማኝ ቢሰነብት ባለርስት ይሆናል የሚሉት በእናንተ ደረሰ አሁንም የሰጠሁትን አገሬን ወስጃለሁ እናንተም አባይን ተሻግራችሁ ወደ ጌታችሁ ሂዱ ጌታችሁ ግን አገሩን ከወሰዱብኝ እዋጋለሁ ብሎ የመጣ እንደሆነ ከጌታችሁ ጋር እንድትመጡ ፈቅጄላችኋለሁ ብለው ላኳቸው ከዚህ በኋላ የእምባቦ ጦርነት ተነስቶ ንጉሥ ሚኒሊክ ድል አደረጉ ይህንንም የእምባቦ ጦርነት በሚለው ርዕስ ስር ጽፌዋለሁ የጅማው ሱልጣን ዳግማዊ አባ ጅፋር ለሚኒሊክ እገብራለሁ ካሉ በኋላ ዛንዚባር ካሉ አረቦች ጋር በመላላክ ወዳጅነት ፈጥረው ነበር አባ ጅፋር የአባታቸውን የጎሞልን ዙፋን የወረሱት በ1870 ዓመተ ምህረት ነው በግዛቱ ውስጥ መነጋገሪያው ቋንቋ አረብኛ እንዲሆንና የአረብኛ ትምህርት እንዲሰጥ ታውጆ ነበር በኢትዮጵያ ያለው ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የተሻለ ኑሮ ለመመስረት ወይም ለንግድ ከሸዋ ከወሎ ከጎጃም ከጎንደር ወደ ጅማ የሚገባውን ሰው ሁሉ እያስያዙ በግድ በእስልምና ሃይማኖት እንዲገቡ ያደርጉ ጀመር ይህን የሰሙት ንጉሥ ሚኒሊክ አገሩን የአረብ አገር ማድረግህ እንደሆነ ቁርጡን ንገረኝና ውላችን ይፍረስ ብለው ላኩባቸው አባ ጅፋርም መልስ ሳይሰጡ ዝም አሉ ሚኒሊክም በትዕግሥት ጠበቁ ንጉሥ ሚኒሊክ ንጉሠ ነገሥት ከተባሉ በኋላ በ1882 ዓመተ ምህረት ህዳር 9 ቀን አባ ጅፋር ግብር ለመገበር ወደ ሚኒሊክ ዘንድ መጡ አጼ ሚኒሊክም ከአገር የገባውን ክርስቲያን ሁሉ ሰብስበህ አምጣ ብለው አባ ጅፋርን በወህኒ አዛዥ ወልደ ጻዲቅ እጅ አስጠበቋቸው አባ ጅፋርም በአገራቸው ውስጥ ያለውን ክርስቲያን ሁሉ ለቀቁ ከዚህ በኋላ አገራቸውን መልሰው ሰጥተው ሾመው ሸልመው ሰደዷቸው አባ ጅፋር
በአባታቸው ስልጣን ስርና ራሳቸውን ችለው ከ1861 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስከ 1934 ዓመተ ምህረት ድረስ ጅማን የገዙ ባላባት ናቸው። አባ ጅፋር ለሚኒሊክ ገብረው የሚኒሊክ ወዳጅ ሆነዋል። ጅማንም ቢሆን በንግድ የታወቀች አገር አድርገዋታል። በተለይ በባሪያ ንግድ አገሪቱ ዕውቅ በመሆኗ ሚኒሊክ ይህን የባሪያ ንግድ እንዲተው በ1902 ዓመተ ምህረት የካቲት 8 ቀን በተጻፈ ደብዳቤ አስጠነቀቋቸው። ይድረስ ከአባ ጅፋር ከጃንጀሮ ወደ አንተ አገር የመጣውን ጋላ እንግዲህ ከጄ ከገባህልኝ ብለህ ጭቦ አድርገህ ባሪያዬ ነህ። አንተንም ልበድልህ ልጅህንም አምጣና እንደ ከብት ልሽጠው ልለውጠው አትበል። ይህን ያህል ዘመን አባቶቻቸው ከአባቶች ልጆቹ ከአንተ ጋር አብረው ኖረው ባሪያ ሊባሉ አይገባም። በአደባባይ ባሪያዬ ነው እያልክ አትሟገት። የሰው ባሪያ የለውም። ሁላችንም የእግዚአብሔር ባሪያዎች ነን። እግዚአብሔር መርጦ ከሰው አልቆ ሲያስገዛ ጊዜ በሰው መጨከን አይገባም። ለሰው ቢያዝኑ ዕድሜ ይሰጣል። ከእኔም ጋር በእግዚአብሔር ቸርነት ጎንደሬ ሁሉ ተሰብስቦ እዚህ ሸዋ መጥቶ ተቀምጧል። አገሬ ልግባ ያለ እንደሆነ ባሪያ ነህ ተብሎ ሊያዝ ነውን? ደግሞም ከወደደበት ከተመኘው ቦታ ላይ ይቀመጣል እንጂ ከአንተ አገር ተነስቶ ወደ ጃንጀሮ ቢሄድ፣ ወደ ሌላ ወደ ወደደው አገር ቢሄድ የእኔ ዜጋ ነው ብለ ልትይዝ አይገባም። የጃንጀሮ ሰው የሌላም አገር ሰው አንተን ወዶ ወደ አንተ አገር ቢገባ የጃንጀሮም ገዢ ሌላውም ገዢ ሁሉ የእኔ ዜጋ ነው ብሎ አይያዝ። ድሃው ከወደደው ከተመቸው ቦታ ይደር። የካቲት 10 ቀን 1902 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ ከተማ ተጻፈ። ሚኒሊክ ይህን ደብዳቤ ለአባ ጅፋር ከመጻፋቸው 2 ዓመት በፊት በመላው ኢትዮጵያ የባሪያ ንግድ እንዲቀር አውጀው ነበር። አዋጁም የባሪያ ነገር አትሽጥ አትግዛ ብዬ ከዚህ ቀደም በአዋጅ አስከልክዬ ነበር። አንተ ግን ውስጥ ለውስጥ መሸጥክን መግዛትህን የማትተው ሆንክ። ይልቁንም በዳር በዳር ያለው ሚስቱንም ልጁንም ይሸጥ ጀመር ማለት ሰማው። አሁንም በዳር አገርም በሌላም አገር ቢሆን ባሪያ መሸጥና መግዛትክን ተወኝ። እንግዲህ ባሪያ ስትሸጥ ስትገዛ የተገኘ ሰው እስከ ዘመድህ እያሰርኩ ሥራ ለሚሠራ ሰው እሰጥሃለሁ። የካቲት 29 ቀን 1900 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ። የጉማው ባላባት አባቦ ቃና፣ የእናሪያው ባላባት አባ ጉምቦሌ ለሚኒሊክ ለመገዛት ገበሩ። በተለይ አባ ጉምቦሌ በሰላም በገበረ ጊዜ ሚኒሊክ ልጁን ክርስትና አንስተው ስሙን ገብረ ሥላሴ ብለው የፊት አውራሪነት ማዕረግ ሰጡት። አልገብርም ብሎ ያስቸገረው የጃንጀሮ ባላባት አባ ባጊቦን ራስ ወልደ ጊዮርጊስ በጦር ኃይል ለማስገበር ሲዋጉ አባ ባጊቦ ድል ከሆነ በኋላ አምልጦ ጉራጌ አገር ገባ። ጉራጌዎችም የሚኒሊክ ጠላት ነህና ከአገራችን ውጣ ብለው ሲያባርሩት ወደ አዲስ አበባ ሄዶ ይቅርታ ጠየቀ። ሚኒሊክም ይቅርታ አድርገውለት ልጁን ክርስትና አንስተው ስሙን ገብረ መድን አሉት። ይህ ሁሉ ቢሆንም የዛሬው የከፋ ክፍለ ሀገር በብዙ ባላባቶች የተከፋፈለ ስለነበር ግማሹ በሰላም እገብራለሁ ሲል፣ ግማሹ ደግሞ አንገብርም እያለ አስቸግሮ ነበር። ደጃች ደምሰው መሃሉን ተጉዘው ጌራን፣ ጎጀብን እስከ ጊሚራ ድረስ አስገበሩ። ደጃች ተሰማም የማቅናት ሥራቸውን ቀጥለው ጊሻን፣ ቢጣንን፣ ጨናን አስገብረው ወሰናቸውን ከደጃች ደምሰው የጊሚራ ወሰን ጋር አገናኙ። ራስ ወልደ ጊዮርጊስም በኩሎ በኩል አድርገው
اسكابونغا درس اسغبرو يزيان غيزي يكفا واننا كتما بونغا نبر يغالي تو غزاتي نبرو كفا يتمسرتو با اسرارات تنياو متو كفل زمن نو يكفا واننا كتما بونغام ينقاري آغر سيهون غبياو تشوغن بولتي تكفلو نبرو بونغا كتماو يا كريستيانوش غبيا سيهون كايا دغمو يا اسلاموش غبيا نو يا كفان تاريك غبر سلاسي اندي بلو يتركوتال كفا يمي بالاو اگر مشغوم غدباوم اجج يكفا نو يا كفاوم نغوس قطاتوم سراتوم يتنكره نو حزبوم جيتاون يافرال يودال سراتوم اندي نو برتو هاتيات يتغن يبت اندهونه كن زمدو يشتال انكوان ليلا ينغوس قبر سيغبا دول ملك تاللو ياننو بسما غزي انكوان كبيت ياللو سونا بكتمام ياللو سراويت سو ماين نغاقر وديا وديهم مايل يه يتدرغبت قدمو نغوسا اتشو اهل سيبلا تنبلوت سلموتنو سلزيه نغر يهننو سرات ادرگوت قرطوال اسالا فيوم لنغوسو كاسالفة بوهالا اجون كاكارتيت كتو ينورال بكن يجو اساستو ليلا سرا سي سرابت سي بلابت يتغن يندهونا اجوني قرطال بلوال يكفاو نغوس غاكي سيركو كبوتا بوتا يتزوا ورا زتن يور مولو كتوا اگا بوهالا نهاسي هايا زتن يكن 1889 ዓመተ ምህረት በራስ ወልደ ጊዮርጊስ ሰራዊት ተማረከ በተማረከበትም ጊዜ ዘውዱ የወርቅ ወንበሩ እንደ ጎማሬ ያለ የወርቅ አለንጋው አንዱ የብር አንዱ የነሐስ የሆኑ ነጋሪቶች ሁሉ አብረው እንዳሉ ተያዙ ጋቂ ፊርኮ ከተማረከ በኋላ ወልደ ጊዮርጊስ እጁን በወርቅ ሰንሰለት አስረው ወደ ሸዋ ይዘውት ሲመጡ ከጎጀብ ድልድይ ላይ ሲደርስ ከድልድዩ ላይ በቅሎውን አቁሞ በጣቱ ላይ ያለውን የነጉስነት መለያ የወርቅ ቀለበቱን አውጥቶ የከፋ መንግስት አለቀለት ከንግዲ ወዲያ በከፋ ንጉስ አይኖርም ስለዚህ የነገስታት መለያ የሆነችው የወርቅ ቀለበት ኮንዙ ስር ከመደቡ ተረፍ ብሎ ጣላት ከሚኒሊክ ዘንድ ደርሶም لأسر ودا أنكوبر للاكسيل مينيليك يبدلال لنا ولو هيدو كراس ميكايل غاريك كمت بلو عززو اللد بلجي ياسو زمن منغستم عدي ساببا متو تكي تندكو يه با أسرازتين أسراند عمت مهرت موته بحادي ياو بالابات بنا جيتا يمراين برو كم باتام غبره غني غمتي تمراو ينبرو غيرام با 1879 عمت مهرت بمينيليك سراويت تيازه غني غمتي از مينيليك يمي لبسوتن كوتان ناغابي ايفتلج يمتلك اوك بالابات نبرج مينيليك ترارات تكن 1899 بصافولات دبدابي يسدد شلين متيايا عند درب عند كوتا درسونيال اجيج مالفيانو اكزيابي ريست اللين امارسبت باري يالشونم كعبا جفار زند اصر باري دار جيشاللو بلوال يهم منيهال وداجونون دنبر ياسا يال ولايتا يولامو نغوس تونا አልገብርም ብለው አስቸገሩ እንዲያውም የገበረውን አገር ሁሉ እየወጉ እንደገና እንዲከዳ ያደርጉ ጀመር በዚህ ምክንያት ራሳቸው አጼ ሚኒሊክ በ1887 ዓመተ ምህረት ህዳር 7 ቀን ከአዲስ አበባ ተነስተው ወደ ወላይታ ጉዞ ጀመሩ ከወላይታ የግዛት ወሰን ሾኒ ከሚባለው ቦታ ሲደርሱም ملك تنيا لطونا لاكو باجو سونم آتاس فج اگرهنم آتاس تفا
غبرهن يزغبا علو نغستونام مينيليك للاكو باچو ملكت باغري كريستيان ايغبا باتم غفتوم كمتو اواغالو انجي لكريستيان منغست الغبرم بلو ملسو فرسنياو يمينيليك طور اندالفم مريتون بمولو غودغواد بيتشا ادرغو اسقفروت يمينيليكن سراويت اندياوكم سراويتاچو انچتيا شوله بميداو هلو تكلبت از امينيليكم يهن درگيت اندسمو راس ميكائيلن دجاج هايله ماريامن فيتاوراري غبيهوننا ليقمقواس اباتن ترتو سراويتاچون يزو غودباون اندياس دلدلونا يتتكلوتنم شولنچتوچ اندياس نقلو عززواچو يتعززوتم سراچون كچرسو وهالا مينيليك سراويتاچون يمرو هدار 23 قن قنطولا سفرو مينيليك قنطولا اند سفرو اجيك بتام يبزا يطونا سراويت ليواغا متا مينيليك طورون ديواغا كمازاچو بفيت تقيت سوچو تو طورنت گتمو بزيام كمينيليك سراويت 75 سوچ تگدلو مينيليك يهن اند سموم ليقمقواس اباتننا بجروند بالچان ترتو تواغيون اببارو ينسون سراويت اندي ملسو عززواجو اباتننا بالچام يطونان سراويت اببارو يمينيليكن سراويت ود سفر ملسو يه كوهونا بوحالا مينيليك بسلام تغوزو كتونا واننا كتما دل بولاي هدار 27 تكن سفرو طوناغن كزيابو تعال نبرو مننا كاللوبت درس ملك تنيا لكو اگر كتفا بوحالا لياك انو تياس چگرال گنزبم بگد دكال هونه بكر بفقاد يسطوت آيالكم اگر انا تاس تفا غبرهن يزه غبابلو لاكو باچو اساچو گن الگبام بلو كرو از اميني لك دامو ترارالاي وطو طوراچوون كاسل لفو بوحالا بلو بلو عززو يتاززوهم سراويت باند گزي ولايتان بمولو يازه تونام كولايتا وطو وده بورد داششو يميني لك سراويتم اسكا بورد دادرس تكتاتلو تونان بطي يتاقسلو يازاچو تونام تايزو ميني لك زند كقربو بوحالا ميني لك عوي وندمين اندياو بكنتو هزباس جرس كبلو وكسو يكوسلو كسل اندي تاتبنا اندي تاكما درغو سراويتوم بتعام بزو كبت ماركو نبرنا يتماركو كبت بمولو لبالاگرو اندي ملس عواجاس نگرو يبالاگرو كبت اسكي ملسنا تونام اسكي اگگم تاكيك انات كرمو تونا كاگگم بوحالا يولايتان هزب سبسبو كنگدي وديا يمياستدادر لجي وداجي تونانونا تغزالت اوكو سايهون سايهوك انيني بدل مسلوت سواس چرسنجي كدروم كاياتو چاچنم كيميلنم ملشي السونو شو ميلهاللو كنگدي وديا بتامز براسه وك غبرين اغبا يميلاواج اسنگرو يوغواتشوون تونان شومو تر اسرا اندكن اديس ابابا گبو بمسافنت تكفاف لا ينبرچون ايتيوبيا عصي تيودروس اند نبرچ لمملس بياسبوم سايساكالاچو قره تيودروس سايساكالاچو يقرو يهايل سرا يسرو سلنبره فرتو گبركو يميلو هلو راق سيلولت ملسو يكدا نبر بزي مكنيات يمحاكلنياو منگست يمياستدادرو گزات طبو هلوم بيبوتاو راسون نگوس يالا ياوج نبر عصي تيودروسم بيبوتاو مزمتونا ممتاتو عدكمواتشو نبر داگماو عصي مينيليك گن بزون بفكر سيزو انبي بايونم بطور هايلاس گبروت مينيليك كنبراتشو صباي واننياو
የዲፕሎማሲ ዘዴ ስለነበረ ከባላባቱ ጋር ተዋግተው ዋናውን ባላባት ሲማርኩ በቦታው መልሰው የሚሾሙት ያንኑ የድሮውኑ ባላባት ተማራኪውን ወይንም የተማራኪውን ልጅ ነበር። ያለዚያም ህዝቡን እየሰበሰቡ በማስመረጥ ህዝቡ የመረጠውን ይሾሙለታል። ሚኒሊክ ያገሩን ተወላጅ ባገሩ ላይ ቢሾሙም ተሿሚው የሚሾመው ለውስጥ አስተዳደር ብቻ ነው። ጠቅላላ የጦሩ ኃይል በሚኒሊክ እጅ በመሆኑም ሌላም የቀኝ ገዢ እንዳይገፋ ለአገሩ ጥበቃ የጦሩን ኃይል ለማዘዝ የሚሾመው ከመሐከለኛው መንግስት ነበር። ሚኒሊክም ከዚያ ለአስተዳደር ከሾሙት ባላባት ላይ በያመቱ የሚገበረውን ግብር ብቻ ይፈልጋሉ እንጂ ተሿሚው ህዝብ ካልበደለ በስተቀር በውስጥ አስተዳደር አይገቡበትም ነበር። እስከ ሩዶልፍ ሃይቅ ድረስ የተጓዘው ዊልቤ በ1893 ዓመተ ምህረት ባሳተመው መጽሐፍ በጠረፍ ያሉት ሰዎች ሚኒሊክ ጥሩ ሰው እንደሆነ ያውቃሉ። ሚኒሊክ ሁሉም ሰው በሃይማኖቱ ይደርስላልና ህዝቡ መሃል አድሎና የኃይል ሥራ ስለማይሠራ ይወዱታል። ሲያወሩም እንደ ሌሎቹ ንጉሶች መስሎን ሸሽተን ነበር፣ በኋላ ይቅርታ እየጠየቅን ተመለስን፣ ያኔ ተታለን ነበር ይላሉ። አሁን ግብራቸውን እየገበሩ በሰላም ይኖራሉ በማለት ስለወላይታ ህዝብ ጽፈዋል። በጅሮንድ ተክለ ሃይማኖት በሕገ መንግሥት ንግግራቸው አጼ ሚኒሊክ በቅድመ አያቶቻቸው መንግሥት በሙሉ ኢትዮጵያ ለመግባት በቁ፣ ገብተውም ጋላ ቀምቶን የነበረውን የጥንት ግዛታችንን ሁሉ መልሰው እጅ አደረጉና ጋላውንም ከሸዋ ጋር አስማምተው አዛምደው በትዳር የተሳሰረ አንድ ሕዝብ አደረጉ ብለዋል። ጸሐፌ ትእዛዝ ገብረ ሥላሴም ሲተርኩ ከጥንት የኖረ በሸዋ ብርቱ ሥርዓት ነበር። ጥፋት የተገኘበት ሰው ገንዘቡን ተወርሶ እጁን ታስሮ መሬቱ ይሸጥ ነበር። ነፍስ የገደለ ሰውም ራሱ ቢያመልጥ ዘመዱ እስከ ሦስት ትውልድ ድረስ መሬቱን ይነጠቅ ነበር። ንጉሠ ነገሥት ሚኒሊክ ግን የፍትሐ ነገሥት ሥርዓት ተመልክተው በ1883 ዓመተ ምሕረት በጥር 23 ቀን ከዋያት በመለስ አዋሽ ድረስ ያለውን የጋሻ መሬት ሁሉ እንደ መንዝርስት አድርጌልሃለሁ፣ ምንም ብታጠፋ ገንዘብህ ይወረስ እንጂ መሬትህ አይነቀል ብለው አዋጅ ነገሩ ካሉ በኋላ በሌላ ምዕራፍ ደግሞ በሸዋ የጋላ ባላባት የተነቀለበትስ ምክንያት እንደምን ነው ቢሉ ከአጼ ሳህለ ሥላሴ ጀምሮ አገር ሲቀና የክርስቲያኑን አገር እየወረረ ቤተ ክርስቲያኑን እያቃጠለ በጋላው አገር የተሾመውን አላስገዛ እያለ እየተዋጋ ክርስቲያኑን እየገደለ ርስቱን ተነቅሎ ነበር። ደግሞም አገሩ መቅናት ከጀመረ በኋላ የጋላው ባላባት ጉልበት እያነሰው የአባቱን መሬት ለአማራ እያወረሰ መሬቱን ለቆ ይኖር ነበር። አጼ ሚኒሊክ ግን ልጁ ተነቅሎ መቅረቱ አሳዝኗቸው እኔ የአባቴን አገር ስገዛ ባላባትም ልጁ ተነቅሎ አይቅር ብለው ከአባቱ መሬት ከአማራ ተካፍሎ እንዲበላ አዘዙለት ብለዋል።